ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد العناز. مرحبا بك أستاذ إياد. بعد إعلان العبادي الانتصار على تنظيم الدولة، ماذا يعني تأكيد مسؤولين أمريكيين بقاء قواتهم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. تبقى الاستراتيجية الأمريكية واضحة المعالم والدلائل في منطقة الشرق الأوسط، تحديدا في كل من العراق وسوريا. الآن هم يسعون جدا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق رايتها التي من خلالها سعت إلى غزو العراق في 9 نيسان 2003، وهي أتت للبقاء في العراق وليس مغادرته. ولذلك الآن هي تستخدم موضوع تنظيم الدولة كشماعة للبقاء، وهي تسعى أيضا إلى تحقيق مشروعها داخل المنطقة بالسيطرة والهيمنة على منطقة الشرق الأوسط واتخاذ العراق كقاعدة أساسية. ولذلك نرى الآن البداية، التصريحات الأمريكية تذهب بعيدا إلى أنه هي ستبقى وستحاول إيجاد قواعد عسكرية لها، ولا تتكلم أنه هي بحجة يعني إعادة موضوع تدريب القوات الأمنية والعسكرية العراقية، إيجاد منظومة لعملية تجديد في الهيكلية العسكرية في العراق، ولكن حقيقة الأمر هو التواجد العسكري التي تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية لغاية. نعم أستاذ إياد، يعني الحديث عن شراء منظومة S-400 الصاروخية الروسية، كيف ستؤثر من وجهة نظرك على العلاقة ما بين الحكومة الحالية بالولايات المتحدة؟ أنا أرى أن موضوع هذه المنظومة الكبيرة، وهي المنظومة التي سعت أيضا كل من تركيا وإلى شرائها، وكذلك أتى بها الروس إلى الأراضي السورية، هي تأتي في سياق وتوازن القوى التي تصب في مصلحة المشروع الإيراني. أنا أرى أن موضوع التواجد، أن العراق الآن لو رأينا أنه موجود الوجود الأمريكي والتواجد الأمريكي، وجود الأسلحة الثقيلة، وجود المعدات المتقدمة، فما حاجة العراق إلى هذه المنظومة إلا إذا كان هناك مشروعا وما يرتبط بسياسة إقليمية حددتها إيران على لسان علي أكبر ولايتي. علي أكبر ولايتي في زيارته الأخيرة إلى العراق وضح معالم جديدة، وقال أن العراق نعتبره أو ضمن منظومة عبور المقاومة. إذا في كل ما يتواجد في العراق من إمكانيات، إن كانت عسكرية أو كانت أمنية وإن كانت تسليحية متطورة كما موجودة الآن في هذه المنظومة، سيصب في مصلحة المشروع الإيراني وتعزيز القدرة للنفوذ والهيمنة الإيرانية في المنطقة. كيف تقرأ تصريح النائب حاكم الزاملي الذي برر صفقة الصواريخ الروسية بوجود مؤشرات على استهداف المراقد بالطائرات؟ يعني نحن قد نكون نحترم كل ما يرد في بعض الأمور والتحليلات، ولكن ليس معقول أن تأتي هكذا طائرات وتستهدف مواقع وتستهدف أماكن في بغداد، ونحن نعلم جيدا أن العراق محاط بمنظومة عالمية ومنظومة متقدمة من الحماية الجوية الأمريكية، ونعلم جيدا أن الأجواء العراقية هي متحكمة فيها جميع الأدوات الاستخبارية والأمنية الأمريكية، فلا تستطيع هناك أي أهداف عابرة إن كانت إقليمية أو دولية أن تتقرب من العراق وهناك المنظومة الاستخبارية والمنظومة المتقدمة للمراقبة الجوية وأسلحة الطيران الأمريكي. طيب برأيكم أستاذ، يعني الحديث عن شراء منظومة الصواريخ الروسية هو مجرد يعني نية أمريكا فرض عقوبات على العراق لاستحواذ ميليشيا الحشد على دبابات بحسب رأي البعض؟ يعني الدبابات هذه ليست هي وليدة اليوم، هي أصبح لها أكثر من سنة ونصف. هذه الدبابات هي وضعت إلى الجيش القوات الأمنية العراقية، وتم إعطاء عملية تدريب لها، وهي تعتبر من الدبابات والأسلحة المدرعات المتقدمة جدا. لكن تعلم الاستخبارات الأمريكية ووضعت يدها أنه عدد من هذه الدبابات، وهي أكثر من 9 دبابات، الآن هي بيد حزب الله، وحزب الله يعتبر من الميليشيات التابعة والمنظومة التي ترتبط بالمنظومة الاستخبارية الإيرانية. فوجود هذه الأسلحة المهمة المتطورة وداخل العراق وبأيدي ميليشيات تعتبر خطرا يهدد ليس فقط الأمن الوطني العراقي، ولكن أيضا الأمن الإقليمي والدولي، ممثلا أيضا بالتواجد الأمريكي الذي يسعى إلى الحفاظ على تواجده، ويعلم أن هذه الأسلحة أهميتها وقد تفضي إلى أن تسلم إلى جهات أخرى وتحديدا إيران.
من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد العناز، شكرا جزيلا لك.